طيب انت بتتكلم ان النادي الاهلي حقق مكاسب كتيره جدا رغم طبعا الظروف الصعبه اللي بيمر بيها، وخساره مباراه في وسط بطوله اعتقد مرت علينا سنوات كتيره طبعًا. جدا في البطوله الافريقيه طبعًا. منها طبعا البطوله اللي فاتت واللي قبليها، لكن يبقى مباراه الغد مباراه مهمه، لان خلاص انت دلوقتي الموضوع مش مستحمل كمان. صحيح. يعني انت الامور في ايديك، عندك مباراه امام فريق اعتقادي الشخصي فريق متوازن، مش هنقول فريق قوي جدا لكن فريق متوازن، ودايما الفريق المتوازن والفريق اللي ما عندوش حاجه يخسرها ده بيكون خطر جدا يعني. صحيح. فانت ايه رايك في مباراه بكره النادي الاهلي امام النادي المريخ؟ طب خليني اقول لك يا كابتن هاني برضو، يعني انا شخصيا من اول ما شفت المجموعه ومن قبل ما يحصل الاحداث اللي حصلت فيها، انا كنت بشوف مجموعه الاهلي هي الاصعب على الاطلاق، لانك اولا معاك المنافس الاقوى على اللقب هو صن داونز، ثانيا انديه المستوى الثالث والرابع، انت لما يجي لك قطبين الكره السودانيه بجماهيريتهم بحالتهم المعتاده في بطولات افريقيا، صحيح ما بيحصلوش بطولات لكن طول الوقت هم بيبقوا انداد اقوياء جدا في المباريات الافريقيه. بعد البدايه اللي احنا شفناها، انا بشوف نادي المريخ السوداني او فريق المريخ السوداني بما قدمه من نتائج واداء سواء الاهلي او صن داونز في حاله اخرى، ان لم يكن متواجد مع اقوى فريقين في افريقيا الاهلي وصن داونز كان هيبقى موجود في دور الثمانية. انا متاكد او على يقين كامل ان الفريق ده كان هيصعد للدور التالي لو مش مع الاهلي، لو في اي مجموعه ثانيه، لو اي مجموعه ثانيه، لان المجموعات الثانيه لا اسهل بكتير جدا، لكن هو وقع مع اصعب فرقتين في افريقيا، البطل والمنافس المباشر بتاعه في السنوات الاخيره الاهلي وصن داونز، فبالتالي صعب المهمه، وده يخليك تقول انك قدام ند قوي منظم زي ما حضرتك قلت يا كابتن، ما بيلعبش بشكل عشوائي، ما بيبالغش في الدفاع والتكتل والاستسلام، لا بيحاول يطلع، يعني المريخ مش شخصيه دفاعيه بالشكل اللي احنا بنشوفه في فرق افريقيا او حتى فرق الدوري المصري اللي طول الوقت بتواجه الاهلي بتكتل غريب جدا، وده شفناه يمكن في المباراه الاولى في الوقت اللي قادر يعمل فيه استحواذ، قادر لعيبه الكوره عندهم لعيبه كوره تقدر تعمل استحواذ هو بشكل بينزل كويس يضغط وسط الملعب، صحيح بينزل يضغط وبيحاول يبادلك التحكم في الريتم، بيحاول يبادلك الحيازه، فده فريق جريء، فريق عنده المبادره، وبيظهر ده من تصريحات مديره الفني اللي طول الوقت بيقول لك انا علق برضه يا سعيد على اللقطه اللي شايفينها قدامنا على الشاشه، ان كابتن محمود الخطيب اكيد يعني بيتواجد في اللحظات المهمه جدا، ووجوده مع الفرقه اكيد بينعكس بشيء من الايجابيه الكبيره جدا، من هو طبعا بيدي الثقه اكيد للعيبه وبيقول لهم انتوا لعيبه كبيره وانتوا تحملتوا مسؤوليه في اوقات اصعب من كده. الكابتن محمود الخطيب عايز اعرف برضه رؤيتك للتواجد بشكل مباشر في الاوقات اللي كان لازم كابتن محمود الخطيب يكون موجود فيها، بروح الكابتن محمود الخطيب كلاعب كره وبمسؤوليات الكابتن محمود الخطيب كرئيس للنادي. يعني في الحقيقه الكابتن محمود الخطيب في الفتره الاخيره او السنوات الاخيره بالتحديد دوره في التاهيل المعنوي والتواجد الدائم مع اللاعبين لافت وملحوظ جدا، ومش محتاج لاي يعني كلام خالص، بشكل كبير في كل المحطات الصعبه اللي النادي الاهلي بيواجه فيها تحديات دايما دوره في تخفيف الاعباء على اللاعبين بتلاقيه متواجد، هو مش بس بيشتغل على المنظومه بشكل فردي او بشكل منفصل، لا الفتره الاخيره بيدخل مع الافراد، يعني مثلا حسام حسن لما تعرض لحاله ان هو بينزل في اخر دقيقه وعيط وزعل، شفنا تاني يوم كابتن الخطيب في التدريب مع حسام حسن، ما دي اللي بتكلم عليها بقى، دي بشكل فردي، دي روح لاعب الكره، لان صحيح. الكابتن محمود الخطيب بيحس لعيب كبير، لعيب على مستوى عالي جدا، ويعني عنده من الخبرات كلاعب كره خبرات كبيره جدا، ومر باوقات صعبه كتيره جدا واوقات فرح كتيره جدا، فهو حاسس بده، احساسه باللعيب ده جزء. وخلينا اتكلم كمان على مستوى الاداره، ان في خلال الفترات اللي كان فيها بعض الاشاعات على تجديد عقد موسيماني، كان الاداره ماشيه بخط اكتر من رائع، سبورت جدا للراجل، اختيار توقيت الاعلان على التجديد لموسيماني كان في توقيت مثالي جدا قبل مباراه صن داونز، بيقول للناس ان الموضوع مش مرهون بنتيجه مباراه، ان النادي الاهلي بيعمل وفق خطه وشكل استراتيجي، مش بيعمل بشكل متقطع، فبالتالي ده واضح جدا جدا جدا. كمان انا عايز اشيد بكابتن محمود في نقطه معينه، انه من المفترض في هذه السن انه ينتقل لمرحله المستشاريه، اللي هو في المدرج اللي فوق قوي بيدير من فوق، لكنه كونه بيغوص في تفاصيل التفاصيل في هذه المرحله، فده بيقول لك قد ايه هذا الرجل شغوف بعمله، قد ايه طوال الوقت هو متعمق في كل التفاصيل، ما بيفوتش حاجه كبيره جدا، وطوال الوقت هو بيطلع يتحمل القرارات المصيريه والكبيره، عنده الجرأه والشجاعه ان هو يعمل ده، ولا مره
خلال السنوات الاخيره خسر رهانه، فبالتالي ده بيزيد ثقتك اكتر في المجموعه، بيزيد ثقتك اكتر في الفريق، وان شاء الله يجني ثمار ده. ده بينعكس اكيد بشكل ايجابي، يعني بينعكس اولا يعني الواحد فاكر هو كان بيلعب كوره، ويمكن رؤساء الانديه بتنزل الملعب، وكان المسؤولين بتيجي، وبيبقى فيه اهتمام كبير جدا من الناس المسؤولين عن الفريق. هقول لك ان ده بيدي اولا اكيد مسؤوليه، وكل لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني عندهم قدر كبير من المسؤوليه، كمان بيديك حوافز، كمان بيديك استقرار، وبيشيل الضغوط من على اللعيبه. استقرار، برافو عليك. صحيح. استقرار كمان يعني.